برحب بكل مشاهدينا اللي بيتابعونا في مشهد جديد من مشاهد النيل للأخبار. نتناول في هذه الحلقة: الرئيس السيسي يترأس وفد مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بالفعل بدأ الرئيس السيسي زيارة إلى نيويورك اليوم، يترأس خلالها وفد مصر المشارك في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي الثلاثاء كلمة المجموعة العربية أمام قمة المناخ. وهناك كلمة أخرى للرئيس السيسي من المنتظر أن تكون يوم الخميس بعد يوم الثلاثاء. الحقيقة يسعدنا أن يكون معنا في هذا المشهد سعادة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أنا برحب بسيادتك يا فندم. الحقيقة في معنا نقاط كثيرة جدا سنتناولها في هذا المشهد حول هذه الزيارة في هذا التوقيت الهام بالنسبة لمصر والأمة العربية أيضا، ولكن دعونا نبدأ في بدء الأمر بهذا التقرير ونبدأ معكم هذا المشهد. بمشاركة سياسية قوية مصرية وعربية يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المنتخب لجمهورية مصر العربية، بدأ الرئيس السيسي زيارته لنيويورك مترأسا وفد مصر المشارك في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما يلقي الرئيس السيسي كلمة المجموعة العربية أمام قمة المناخ التي دعا إليها بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة المناخ المقرر انعقادها الثلاثاء يعبر فيها عن مطالب الدول النامية في طلب مساندة الدول الصناعية الكبرى للدول النامية بتقديم الدعم الفني والمادي لتطوير قدراتها الصناعية والتنموية باعتبارها تتحمل المسؤولية الأكبر عن ارتفاع معدلات التلوث التي تسببت في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض. وقد دعا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى قمة المناخ لإشراك قادة العالم في اتخاذ إجراءات وخطوات طموحة لمواجهة مشكلة التغير المناخي. كما يلقي الرئيس السيسي الخميس القادم كلمة مصر أمام اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة الصباحية، حيث يستعرض التجربة الفريدة للشعب المصري التي قام بثورتين لإقامة دولته المدنية الحديثة، موضحا ما حققته مصر منذ 30 من يونيو عام 2013 وحتى الآن من خطوات حقيقية وفاعلة نحو الديمقراطية المنشودة والدولة الحديثة، ومنها إقرار الدستور الجديد وإجراءات الانتخابات الرئاسية بمتابعة دولية. وتحتل محاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف جانبا مهم من كلمة الرئيس السيسي، حيث يشدد على ضرورة عدم اختزال المواجهة على تنظيم بعينه أو منطقة محدودة في العالم. برحب بحضراتكم من جديد، ولكن يعني معالي السفير قبل أن أبدأ نحب يعني نبلغ خالص تعزينا للضباط الذين لقوا حتفهم والمصابين، ربنا يعني إن شاء الله يصبر ذويهم ويدخلهم فسيحة جناته. وقبل أن نبدأ في هذه الزيارة الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا إلى نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنا عايزة حضرتك تعليق سريع على اللي حصل النهاردة. واضح التوقيت، يعني أولا بضم صوتي لصوت حضرتك في تقديم خالص العزاء لأسر الفقيدين ولهيئة الشرطة وللشعب المصري أجمع. فجيعة من الفجائع، يعني فجيعة من فجائع الإرهاب اللي مصر بتواجهه بمفردها حتى الآن. وأنا اللي استوقف أني إلى جانب طبعا الحزن الشديد على فقد رجال شرطة أعزاء هو التوقيت. فالتوقيت هنا اسمحي لي أركز على النقاط التالية: إن هو بيتزامن مع سفر السيد الرئيس لنيويورك، يعني مقصود التوقيت مقصود يعني واضح يجيء بعد اللي شاهدناه حضرتك في الاستثمار في شراء شهادات قناة السويس وصلت ل 64 مليار أكثر. نعم. 4 مليار، إن كانت تثبت أي شيء تثبت على التفاف الشعب المصري حوالين
30 يونيو ثورة 30 يونيو وكل ما ترتب عليها من تداعيات سياسية ممثلة في خريطة المستقبل اللي احنا أنهينا مرحلتين في غاية الأهمية منها، إقرار دستور في يناير 2014، انتخاب رئيس جمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي، والمرحلة الثالثة والأخيرة الانتخابات البرلمانية اللي إن شاء الله بنستكمل بيها الإطار العام الإطار الديمقراطي لخريطة المستقبل. الثالث بقى حضرتك إنه هو بعد دعوة يعني بعد دعوة السيد الرئيس أو بعد تصريح السيد الرئيس في حديثه مع وكالة الأنباء الأمريكية الأسوشيتد بريس إنه اللي ما اشتركش في العنف واللي ما اشتركش في أعمال إرهابية ممكن يشارك في العملية السياسية. بمعنى إن ما فيش عزل وما فيش إقصاء احتراما لدستور 2014. دستور 2014 أهميته إنه حضرتك بخلاف دستور 2012 اللي هو بنسميه دستور الإخوان إنه هو لم يقصي أحدا ولم يعزل أحدا طالما مفيش أحكام قضائية نهائية وباتة أحكام جنائية صدرت بحق تخل بالشرف، وده موضوع مفروغ منه ينسحب على جميع المواطنين المصريين. فدولت حضرتك العناصر الرئيسية في التوقيت. لكن أحب أقول حاجة، فضل إن الشعب المصري لا يخاف، إن هذه العمليات لن ترهبه، الجيش حيظل يدافع عن حرية المصريين وعلى مدنية الدولة، الشرطة المصرية اللي قدمت ما يقرب من 500 شهيد على مدى العام الماضي مصممة على حماية المصريين وعلى القيام بمهامها في تأمين الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة. وأقول عشان ألخص رأيي أنه طالما الشعب المصري يلتف حوالين الشرطة والجيش والدولة ما من قوة هتستطيع أن تقهر هذا الشعب العظيم. نعم. طيب دعني يعني أبدأ في هذه الزيارة الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي للجمعية العامة الأمم المتحدة بنيويورك. هناك كلمتين لسيادة الرئيس، ستكون الكلمة الأولى يوم الثلاثاء فيما يخص قمة المناخ، يوم الخميس زي ما استعرض التقرير وزي ما هو مشار إلينا بأنه سيستعرض تجربة مصر الماضية فيما يخص خريطة المستقبل بعد 30/6، ما حدث في الدستور، ما حدث من انتخابات رئاسية تحدث عنها العالم أجمع، وسيتحدث سيادته أيضا فيما يخص ملف الإرهاب بعدم اختزال ملف الإرهاب بعيني في شخص معين أو جماعة معينة. تعليق حضرتك على ذلك؟ كما تعلمين حضرتك طبعا العالم منتظر كلمة الرئيس السيسي. نعم. لأن هتبقى كلمة مباشرة من رئيس مصر المنتخب بعد ثورة 30 يونيو حوالين التحول الديمقراطي وأبعاد مرحلة التحول الديمقراطي في مصر بعد كمية الافتراءات اللي احنا رأيناها وسمعناها على مدى عام والإعلام الأمريكي وما كان يفعله في بعد 30/6. مظبوط يا فندم. ما هو من ضمن الافتراءات الحملات الإعلامية الأمريكية والغربية علينا وعدم الحديث عن الإرادة الشعبية. إن اللي حصل في مصر في 30 يونيو ده مش تدخل الجيش في العملية السياسية، بل ده ثورة من شعب على استبداد خد غلاف ديني أو خد عناوين دينية حضرتك عشان يكرس حكم استبدادي. فالكلمة العالم عايز يستمع. كما تعلمين حضرتك الجمعية العامة هي الجهاز الرئيسي الوحيد للأمم المتحدة اللي كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ممثلة فيه. 193 دولة عضو هتكون حاضرة في الدورة العادية للاستماع إلى كلمة السيد الرئيس. لا شك أن دي الكلمة هتكون مباشرة. السيد الرئيس أمام وفود 193 دولة بيحدد تصورات
مصر حوالين مجموعة من القضايا التي تهم العالم. أولا الأوضاع الداخلية في مصر، وجزء أساسي في منها من ناحية التحول الديمقراطي واستحقاقاته وما تم إنجازه، والنقطة الأخرى هي الإرهاب اللي بنواجهه، ولا نواجهه فقط برجال الشرطة والجيش البواسل وإنما الشعب كله بيواجه. نعم. الشعب كله يعني بيواجه. في عملية اليوم لقي ضابطان مصرهم وأصيب مدنيون أيضا، يعني تمام. هناك ليس فقط المستهدف الجيش أو الشرطة، الشعب بأكمله، لأن الإرهاب منطقة، نعم. منطقة احنا كلنا بنعدي عليها يوميا، دي منطقة يعني منطقة مكتظة بالسكان، فعموما حضرتك الإرهاب لا يفرق بين مدني وبين، نعم. غير مدني، الإرهاب ليس له دين، لكن عموما أعتقد أنه السيد الرئيس حيركز في كلمته على تصميمنا على مواجهة الإرهاب، وأن الشعب المصري نجح في الماضي في الانتصار على الإرهاب، وأن احنا هننتصر إن شاء الله على الإرهاب، ليس عن طريق قمع الحريات كما نتهم، ليس عن طريق انتهاك حقوق الإنسان، ليس عن طريق انتهاك المبادئ المتعارف عليها في الديمقراطية، وإنما لالتفاف الشعب حوالين الشرطة والجيش في هذه الحرب الشعواء التي تشن على مصر. هيتطرق السيد الرئيس في تقديري إلى مقاومة الإرهاب، إيه هو الأسلوب الأمثل لمقاومة الإرهاب على ضوء التحالف الدولي اللي بيتم تشكيله حاليا لمواجهة تنظيم أو جماعة من جماعات الإرهاب. وأنا أعتقد أنه هيبقى فيه تركيز على أنه مواجهة الإرهاب الدولي، وبالمناسبة ده أحد من البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة 69، كيفية محاربة الإرهاب الدولي بكافة أشكاله وصوره. أنا أعتقد السيد الرئيس حيوضح موقف مصر من هذا البند من خلال التجربة المصرية في مقاومة الإرهاب اللي حضرتك بتعود إلى السبعينات من القرن الماضي، واكتسبنا خبرة فيها، وحيعيد أنا أعتقد ويعيد التأكيد مرة أخرى إن سبق لمصر، إن حذرت بعض الدول إنه الإرهاب حيرتد التي تأوي عناصر إرهابية بداخلها تماما، وإنه يعني إن عاجلا أو آجلا هذه الجماعات حترتد على الدول التي احتضنتها في فترة من الفترات. ومنتهى صراحة ده موقف مصري ثابت حضرتك من عام 86 عندما طلبت مصر بعقد مؤتمر دولي لبحث ظاهرة الإرهاب، وأن المجتمع الدولي يتفق على مجموعة من الإجراءات لعدم استفحال ظاهرة الإرهاب. في ذلك الوقت الدول الراعية لهذه الجماعات اعتقدت أن هي في مأمن، وأن هي إذا وجهت هذه الجماعات لدولة معينة أو دولتين فهو دوت حضرتك الصفقة اللي بموجبها هتحمي نفسها منها. وكما نعلم جميعا ينقلب السحر الساحر، وبالفعل حدث في هذه الدول بأن انقلب السحر على الساحر. أحب أشير في هذا إن في حضرتك يوم 24 سبتمبر كما تعلمين حضرتك الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي بتتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر. فيوم 24 سبتمبر مجلس الأمن هتعقد في مجلس الأمن ما يعرف بقمة مجلس الأمن، هيتولى رئاسة المجلس الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبحث حضرتك موضوع الإرهاب، ومحاولة لاستصدار قرار من مجلس الأمن من قمة مجلس الأمن يوم 24 سبتمبر مواجهة الإرهاب، وتحديدا موضوع توافد العناصر الإرهابية الأجنبية إلى كل من العراق وسوريا للانضمام إلى الجماعات الإرهابية ومنها داعش لشن حرب تمام يا فندم. فدوت قمة يجب أن نتابعها مدام دينا، وحنشوف حضرتك القرار. هو في تصريح لمستشارة الأمن القومي الأمريكية السيدة السفيرة سوزان رايس قالت أن هم في مشروع قرار بيتداولوا بشأنه مع الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن حوالين محاربة الإرهاب، وفي بند أو كذا بند حوالين العناصر الأجنبية. هو ده هيبقى يعني هتبقى دي في أعمال الدورة دي، هيبقى هو قمة مجلس الأمن، ده هي القمة
مش عايز اقول القمة الفارقة، وانما نتمنى ان القرار، مشروع القرار اللي هيتم بحثه ونتمنى ان هو يصدر عن مجلس الامن باجماع الدول الاعضاء، ان هو فعلا يواجه ظاهرة الارهاب مواجهة شاملة، لان الموقف المصري هي الحقيقة يا فندم. يعني حتى هذه اللحظة حتى المحللين الاستراتيجيين او العسكريين لم يحددوا بعد كيف سيكون شكل هذا التحالف. يعني في بدء الامر نحن نرى او رأينا الولايات المتحدة الامريكية تتحدث عن تنظيم بعينه، هذا التنظيم لا يتعدى 30,000 عنصر. الموضوع مش يعني بالنسبة للولايات المتحدة it's piece of cake زي ما بيقولوا، يعني عملية سهلة جدا ان هم يتم التخلص منهم، لان هم محددين 25% منهم في سوريا على الاراضي السوريه، 75% منهم على الاراضي العراقيه. فبعمليه واحده من الولايات المتحده الامريكيه ممكن ان نتخلص منهم. فمصر حسمت هذا الموقف عند زياره جون كيري وزير الخارجيه الامريكي ولقاء بالرئيس السيسي. الرئيس السيسي حدد موقف مصر فيما يخص نحن لسنا بصدد تنظيم بعيني ولكننا نحارب الإرهاب. فموقف الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لم يتضح بعد فيما يخص العملية، شكل هذا التحالف، كيف سيكون المدد العسكري، كيف سيكون الشكل يا فندم؟ هل سيتحدد في نيويورك الملامح حضرتك الرئيسية لتلك العمليات؟ يعني نفرق بين أمرين، بين قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يعني الدول ملزمة بتنفيذه، وممكن الوصول تدريجيا إلى استخدام القوة المسلحة لفرض هذا القرار. من الذي يستخدم أقوى حلف الناتو على سبيل المثال، مثلا غطاء مثلا دولي، سيكون هناك غطاء دولي ساعتها إذا صدر مثل هذا القرار؟ وكان في حضرتك بند يسمح، هو الفصل السابع للميثاق بنبتدي حضرتك بالإجراءات الاقتصادية وممكن في أحيان معينة إلى إجراءات عسكرية، بس ده موضوع يختلف بقى حضرتك عن عن التحالف الدولي اللي الولايات المتحدة الأمريكية بتشكله عشان مقاومة تنظيم داعش. يعني احنا عايزين القرار، نتمنى ان القرار اللي هيصدر عن مجلس الأمن، عن قمة مجلس الأمن يوم 24 الجاري حول الإرهاب، يبقى قرار مش موجه لداعش. نعم. قرار ينسحب على كل الجماعات الإرهابية في العالم. وحيستند هذا القرار كما تعلمين حضرتك، حيشير هذا القرار إلى قرار مجلس الأمن 2170 بتاريخ 15 أغسطس 2014 اللي تحدث عن جماعتين إرهابيتين، داعش من جانب وجبهة النصرة من جانب آخر. فالنهاردة احنا لا نستطيع في قرار يصدر بإجماع في المجلس الأمن ان احنا نخصص تنظيم واحد او تنظيمين، لان احنا مش عايزين نكرر تجربة القاعدة، خاصة بان هناك ايضا يعني احنا لسنا بصدد فقط العراق وليبيا، العراق وسوريا، هناك ليبيا، ليبيا ايضا بها ميليشيات مسلحة، ثوار ليبيا وكثير من التنظيمات المختلفة أيضاً. عند حضرتك ليبيا، عند حضرتك تونس، عند اليمن، حضرتك شمال مالي، عند حضرتك الصومال، عند حضرتك اليمن، حضرتك ظاهرة الإرهاب في العالم العربي والعالم الإسلامي لا مش ظاهرة جماعات. يعني لماذا الولايات المتحدة الأمريكية اختزلت تنظيم داعش فقط؟ زي ما حضرتك ذكرت الآن يعني المنطقة برمتها محاصرون من كل الجهات من التنظيمات الإرهابية، طب ليه الولايات المتحدة الأمريكية خصت فقط هذا التنظيم؟ تعلمين حضرتك انه هذا التنظيم استولى على مساحة من الارض تفوق مساحة انجلترا، وتقدر هذه المساحة بربع مليون كيلومتر مربع، وهذا التنظيم بخلاف الجماعات الارهابية الاخرى لديه اسلحة ثقيلة، دبابات ومجنزرات ومدفعية ميدان، كذلك لديه تمويل ذاتي يبلغ في اليوم تقريبا 2 مليون دولار يوميا. السؤال من اين اتم كل تلك الاموال؟ يعني هو عموما حضرتك يعني تم تمكينه، يعني هو تم تمكينه من هذا، لكن هو التنظيم حضرتك عارفه دايما نقول فرانكشتاين، ان في واحد بيعمل فرانكشتاين ويعتقد ان هو يسيطر عليه، بس فرانكشتاين اما بقى
ينمو ويكبر؟ لا، غير قابل للسيطرة. هي أمريكا اتحركت إمتى ضد تنظيم داعش؟ ما هي أمريكا من 10 يونيو اللي هو تاريخ دخول هذا التنظيم إلى الموصل، من 10 يونيو لغاية 8 أغسطس ما اتحركتش. هي اتحركت ليه؟ حدود، عند وصول الحدود. أما داعش بدأ بقى يتوجه للاستيلاء على إقليم كردستان العراق. هنا واقترب من المملكة العربية. هو أساسا كردستان العراق وكان هيستولي عليه لولا تدخل أمريكا. عموما حضرتك، احنا عايزين فكلام السيد الرئيس، أتوقع أن السيد الرئيس هيركز على هذه النقطة تحديدا، أنه ما نجيش ناخد جماعة إرهابية ونقول هنواجهها. احنا لازم نواجه الإرهاب من جذوره وجميع الجماعات الإرهابية على امتداد العالمين العربي والإسلامي، لأن التركيز على جماعة واحدة أو جماعتين لن يؤدي الغرض من مقاومة الإرهاب. هو دي النقطة اللي الوفد المصري والسيد الرئيس في كلمته هنركز عليها، اللي هي بنسميها المقاربة الشاملة لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره. وكما ذكرنا يا فندم، هذا البند على جدول أعمال الدورة 69 للجمعية العامة. نعم. وبالتالي هيكون لرأي مصر تأثير كبير على المناقشات اللي هتدور في الجمعية العامة حوالين هذا البند تحديدا. نعم. طيب، من أهم برضو النقاط اللي هيتناولوها منطقة الشرق الأوسط أن تكون خالية منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، على فكرة، ودي لها علاقة بالإرهاب. يعني هذه يعني لها علاقة وطيدة فيما يخص ملف الإرهاب، خاصة فيما يخص الملف الإسرائيلي. يعني متصف، حضرتك شايف كيف يمكن في نقاط محددة تناول هذا الملف؟ ده بند حضرتك على جدول أعمال الدورة 69، إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي. ده موضوع من القضايا اللي بتهتم بيها السياسة الخارجية المصرية منذ الثمانينات أو السبعينات من القرن الماضي، وكذلك المجموعة العربية. وأعتقد يعني لا أستبعد أن كلمة السيد الرئيس تتناول هذا الموضوع وتؤكد على أنه مسألة أن مصر والدول العربية متمسكة بإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وتنسحب وجميع دول المنطقة تنضم إلى هذه. تم يا فندم سيد السفير، تم التأكيد في محافل كثيرة، ليس فقط في اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة، ولكن في المحافل الدولية كان بيتم التأكيد على تلك المسألة. ولكن حتى هذه اللحظة، لأن الأمر متصل بالأمن الإسرائيلي، ولكنهم لم يتخذوا قرار حاسم حتى هذه اللحظة. يعني هو في مناداة، لا، في قرارات حضرتك، يعني في قرارات، وهو القرارات الجمعية العامة زي ما تعرفي حضرتك هي غير ملزمة عدا في المسائل اللي تتعلق بميزانية الأمم المتحدة والمسائل الإدارية. لكن كافة قرارات عدا طبعا القرارات اللي يتم استصدارها في إطار قرار معروف اسمه United for Peace Resolution، الاتحاد من أجل السلام، بتبقى إلزامية. لكن عدا هذا، قرارات الجمعية العامة هي قرارات حضرتك لها طبيعة معنوية، وتكرارها بيؤدي تعلمين حضرتك في القانون الدولي العام العرف. مصادر القانون الدولي العام العرف. فالنهاردة إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ده أصبح عرف دولي حضرتك، في شبه إجماع على أهميته. كذلك حضرتك في بند على 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 جدول أعمال الدورة 69 إن برضو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا. نعم. فهذا الموضوع هياخد حيز من أعتقد من كلمة السيد الرئيس. ده يجرني إلى أفريقيا. طيب، أنا قبل ما أدخل إلى الملف الإفريقي، لأنه ده طبعا غاية في الأهمية وحيكون على الأجندة أيضا، ينضم إلينا من واشنطن العاصمة الآن الدكتور إبراهيم عويس، أستاذ بجامعة جورج تاون. أنا برحب بسيادتك يا دكتور إبراهيم، كيف تتابعون هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمعية العامة للأمم المتحدة
في نيويورك في دورتها 69. نحن نتحدث عن أهم الملفات التي ستدرج على هذه يعني الاجتماعات، الملف الإرهاب وما حدث اليوم في مصر، كيف تتابعون الموقف؟ أنا أعتقد أن هذه زيارة هامة، نعم، لإصلاح ما أفسدته الإذاعة والصحافة العالمية التي تديرها المؤسسة الصهيونية ضد مصر. والواقع أنه في زيارتي هذه الخمس أيام توقع تحدث فيها رئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيضع النقاط فوق الحروف بالنسبة للتعاون مع الدول الغربية وبالنسبة لمحاربة الإرهاب وبالنسبة للاستقرار وأجندة الإصلاح، أجندة الإصلاح المصري، وإصلاح سياسي وإصلاح اقتصادي، لأن الاثنين ما هما إلا وجهان لعملة واحدة. وأنا أعتقد أن هذه الزيارة هامة في هذا الوقت. نعم، طيب كيف تابعت لديكم الإعلامية الحدث الذي حدث في مصر في منطقة بولاء ومصرع ضابطين وإصابة خمسة آخرين منهم مدنيين، وتزامنت مع هذه الزيارة، يعني كيف كانت الرؤى لديكم؟ هل كان في تعليق على تلك المسألة؟ هو لا شك في أنه هناك مشاكل، وكل مشكلة ليست معناها هي النهاية المطاف، إنما المهم هو الإعلان عن السياسة المصرية الخارجية، سواء كانت الداخلية أو الخارجية، ومن الخارجية سواء كانت الإقليمية أو الدولية. نعم، طيب من أهم الملفات التي ستدرج التنمية الاقتصادية لحضرتك ذكرتها لي الآن، أنتم في نقاط محددة، كيف ترون المستقبل الاقتصادي في مصر في ظل الحراك الذي نشهده الآن؟ أنا أعتقد أن بالرغم من كل الصعوبات الاقتصادية الموجودة الآن، إلا أنني أعتقد أن المستقبل سيكون فيه أمل كبير، وطبعا هذا لمشروعات العظيمة التي بدأت الآن بالرغم من عدم وجود النقد الخارجي وبالرغم من المشاكل المالية الموجودة، إلا أننا نجد أن مثلا مشروع قناة السويس أن الاكتتاب فيه 61 مليار جنيه مصري، وصل اليوم يا دكتور إبراهيم وصل 64 مليار اليوم، اكتتب في وقت يعني مذهل. فالواقع أنه هذا يبين أن هناك أمل في المستقبل الاقتصادي المصري. طيب وماذا عن المسار الديمقراطي؟ نعم، ماذا عن المسار الديمقراطي؟ كيف تتابعون المسار الديمقراطي؟ المسار الديمقراطي سيأخذ وقتا أطول، لأن في تاريخ الدول كلها بعد الثورة الفرنسية وبعد كل يعني والثورات المختلفة، إنه عملية الإصلاح السياسي لابد أن تأخذ مجراها في وقت أطول من الإصلاح الذي يمكن أن ينفذ بإرادة داخلية. نعم. وأنا أعتقد أن الإصلاح السياسي أيضا والمسار للديمقراطية سيتم، ولكن ليس في هذا الوقت طبعا، أنا أعتقد أنه سيحدث في خلال سنوات من الآن. نعم، في نهاية هذا الاتصال التليفوني كنت معنا الدكتور إبراهيم عويس من واشنطن، أستاذ بجامعة جورج تاون، شكرا جزيلا على هذه المتابعة. عودة مرة أخرى سيادة السفير، يعني خدنا
رؤية الأوساط الأمريكية. هناك تغيير بالفعل في الرؤية أو الأمريكية تجاه مصر فيما يحدث الآن، وتحدث عن نقاط كثيرة، منها المسار الديمقراطي، منها التنمية الاقتصادية، ولكن يعني يمكن القول بأنهم يرون بأن هناك أمل أو مستقبل أفضل في المرحلة المقبلة. تعليق حضرتك في عجالة على كلام دكتور إبراهيم. يعني متفق في الإطار العام طبعا، بس أحب أشير حضرتك إلى أن أعلن اليوم أنه حيتم تسليم مصر الطائرات الأباتشي. كذلك أعلن اليوم أن السيد الرئيس حيلتقي غدا بمجموعة من المفكرين الأمريكيين. ده لقاء مهم جدا يأتي في، فواضح أنه من القرار الأمريكي. هو في خبر أنا مش عارف هو صحيح ولا لا، أن حصل اتصال تليفوني بين الرئيس الأمريكي والرئيس السيسي لإبلاغ السيد الرئيس بالإفراج عن الطائرات الأباتشي. إذا كان هذا الخبر صحيحا، يبقى إحنا نستطيع أن نقول أنه في بداية جديدة للعلاقات المصرية الأمريكية. طبعا حضرتك تعرفين، طبعا حضرتك تابعتي الزيارة اللي قام بها السفير سامح شكري وزير الخارجية لواشنطن قبل توجيهه نيويورك واجتماعه بسوزان رايس اللي هي مستشارة الأمن القومي الأمريكي. وعلى حسب البيان الصادر عن الخارجية المصرية، الاجتماع تطرق إلى العديد من القضايا، منها العلاقات الثنائية ومحاربة الإرهاب، الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب. فإذا صح هذا، وكانت زيارة كاري أيضا للمنطقة في الأونة الأخيرة، كانت مش في الإطار الثنائي. يعني آخر زيارة له في مصر ما كانت في الإطار الثنائي، كانت في إطار حشد دول المنطقة للتحالف ضد تنظيم داعش. لكن إذا كان الأخبار اللي سمعناها النهاردة صحيحة، تبقى في صفحة جديدة بيتم فتحها في العلاقات المصرية الأمريكية، ودي تبشر بالخير. يعني تبشر بالخير. لكن طبعا أنا أرجع للجمعية العامة، أنا أتوقع أنه السيد الرئيس في كلمته حيشير إلى موضوع لا يأخذ حظه من النقاش أو الحوار المجتمعي في مصر، ألا وهو أهداف الألفية. طبعا حضرتك من ضمن الموضوعات اللي هتناقش في الجمعية العامة هذا العام اللي بيسموه البوست 2015 ميلينيوم جولز، لأنه الألفية، قمة الألفية في عام 2000 حددت لغاية 2015 لتنفيذ أجندة معينة، من ضمنها لعل أهمها ما يتعلق بخفض نسبة الفقر وتمكين المرأة ومفروض أنه حنجدد هذه الأهداف إلى ما بعد 2015. وأنا يعني أتصور أن يعني لن تكون مفاجأة ليا إذا كان كلمة السيد الرئيس تتعرض لهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع بيهم مصر وبيهم الدول العربية، خصوصا الدول العربية غير النفطية. وإذا تناولت الكلمة السيد الرئيس هذا الموضوع، فربما فقرة أو فقرتين النجاحات اللي احنا أحرزناها على صعيد الالتزام بتنفيذ أهداف الألفية. وأعتقد أنه يعني كلمة السيد الرئيس ربما تتناول العلاقة المتداخلة بين التحول الديمقراطي وبين العوامل الاقتصادية والاجتماعية. مدام دينا، لأنه متصلين ببعض، هم يعني وجال واحدة، يعني متصلين ببعض اتصال مباشر. تمام يا فندم. يعني التحول الديمقراطي لن يكتب له النجاح أو لن نستكمله بما يرضي تطلعات الشعب المصري وطموحات الشعب المصري على هذا الصعيد، إلا إذا واكبوا تقدم اقتصادي وتقدم على صعيد الاجتماعي والتعليمي والثقافي. لأنه الديمقراطية مش بس حضرتك تداول السلم للسلطة، الديمقراطية مش بس حضرتك التوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس أو لانتخاب برلمان. الديمقراطية متصلة بالعدالة الاجتماعية أيضا، جزء فيها أساسي، والعدالة الاجتماعية متصلة بالاقتصاد. تمام يا فندم. يعني كل الحاجات ده بناء 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 متداخل. وأعتقد أنه ربما كلمة السيد الرئيس تتعرض إلى التجربة المصرية في تنفيذ أهداف قمة الألفية لعام 2000 وإلى ما بعد 2015 كذلك. نعم. طيب، كنا نتحدث قبل
اتصال هاتفي مع الدكتور إبراهيم من واشنطن عن الملف الإفريقي. كنا هنتناول الملف الإفريقي، والملف الإفريقي أيضا موجود في الأجندة. في حضرتك بند رئيسي على جدول أعمال الدورة 69 اسمه Development of Africa، تنمية أفريقيا. في كذا بنود فرعية، بس أنا أحب أتوقف عن البند 63 الفقرة بي، فقرة به اللي هي حضرتك تتناول الجمعية العامة فيها في دورتها دوت أسباب الصراعات في أفريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة في أفريقيا على ضوء قرار الجمعية العامة 278 في الدورة 68. هذا الموضوع في غاية الأهمية بالنسبة للقارة الأفريقية، ومصر من المنتظر أنه كلمة السيد الرئيس يبقى فيها فقرة أو فقرتين عن أفريقيا وعن علاقات المصرية الأفريقية وتصور مصر لدور أفريقيا على المسرح الدولي. هذا الموضوع حضرتك تعرفي تعلمين أن أفريقيا منطقة صراعات، نعم، وهيكون من هذا الموضوع هيكون محل اهتمام أو في صدارة الموضوعات اللي الوفد المصري في الجمعية العامة هيتم بيها جدا. وأعتقد إن يعني أعتقد إن كلمة السيد الرئيس هتتناول هذا الموضوع. طيب فيما يخص بقى يوم الثلاثاء كلمة الرئيس عن قمة المناخ، خاصة أنه سيتحدث عن المجموعة العربية فيما يخص تلك المسألة باسم المجموعة العربية، فيتم اختيار مصر للتحدث عن المجموعة العربية فيما يتعلق بقمة المناخ، كيف ترى هذا الأمر؟ أنا ببص له أنه طبعا دي حاجة يعني طبعا بتؤكد دور مصر في المجموعة العربية ومكانة مصر في المجموعة العربية، وأنه لا شك أنه أن السيد الرئيس ما يتحدث باسم المجموعة العربية دي تطفي زخما جديدا على التواجد المصري على هذا المستوى الرفيع في الجمعية العامة. يعني أنا حضرتك أشعر بقدر كبير من التفاؤل لوجود السيد الرئيس في نيويورك لحضور ما يسمى أو ما يعرف في الدبلوماسية متعددة الأطراف بالمناقشة العامة في الدورة العادية للجمعية العامة اللي هي هتمتد من 24 سبتمبر لأول أكتوبر. المناقشة العامة اللي هي الرؤساء الوفود الدول كلها بتبقى حريصة تبقى متواجدة على مستوى رفيع فيها لتطرح رؤاها ومواقفها حوالين القضايا اللي بتهم المجتمع الدولي. طيب خلينا ناخدها من البعد السياسي الشامل، توقيت هذه الزيارة فيما يخص كل هذه الملفات وفيما تشهده الساحة المصرية أيضا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الأمني، أهمية هذه الزيارة يا فندم؟ يعني هي هتبلور أمام العالم أجمع رؤية مصر الرسمية المدعمة بتأييد شعبي جارف لوجود السيد الرئيس في نيويورك. فهتدعم مصر دوليا وإقليميا وعربيا وهتنعكس إيجابا على الأوضاع الداخلية في مصر. إذا حضرتك دخلتي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين أو الثلاث أيام الماضية حضرتك تجدي حماسة شديدة ممزوجة بقدر بسيط من الخوف، لكن حماسة شديدة لزيارة السيد الرئيس ومشاركته في أعمال الجمعية. التخوف من إيه يا فندم؟ يعني في بعض المواطنين اللي كانوا يعني شايفين أن السيد الرئيس ما يروحش نيويورك لأسباب معينة، تخوفات معينة، لكن في قطاع عريض اللي بيؤيد توجه السيد الرئيس ووجود السيد الرئيس هناك، لأن احنا يجب دي هتبقى أول مرة أن السيد الرئيس يتوجه إلى الغرب منذ تولي الرئاسة، وأول مرة يتحدث إلى الدول إلى الدول الأعضاء في بطريقة مباشرة بدون الـ 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 الافتراءات وحملات التضليل المقصودة
اللي شنت على مصر. طيب. على هي مدى عام كان. خليني ناخد من حضرتك النقطة دي وهتكون آخر نقطة. هذه الافتراءات اللي كانت على مصر لأن المصالح تعارضت. مزبوط. الولايات المتحدة الأمريكية كنا نعلم جيدا ماذا تفعلت مع الإخوان والصفقة الأمريكية الإخوانية، فحضرتك رؤيتك إيه لتلك المسألة مع توجه سيادة الرئيس الآن إلى نيويورك؟ يعني أعتقد الأمريكان يعني أعتقد بالقرارات اللي أعلن عنها دائما الولايات المتحدة تبحث عن مصالحها. لا شك يا فندم، يعني أمريكا من 74 لغاية دلوقتي بتكرس مصالحها ومصالح إسرائيل في المنطقة. لكن شعوري إذا صحت الأخبار اللي احنا أشرنا إليها يبقى في الأمريكان قرروا طي صفحة الماضي. بالفعل يا فندم، يعني كثير من المحللين السياسيين بيرون بأن تلك مراوغة أمريكية حتى هذه اللحظة. يعني إذا كان الرئيس الأمريكي اتصل بالرئيس السيسي صح هذا الخبر وأبلغه أنه سيتم توريد العشر طيارات أباتشي لمصر، فأعتقد أن في قرار داخل البيت الأبيض بأن احنا نبتدي من جديد ونبتدي بقى الانجيجمنت، يعني دايما الكلمة الأمريكية انجيجمنت، يعني التعامل بقى بطريقة فعالة وبطريقة إيجابية مع الرئيس مع مصر بعد 30 يونيو ممثلة في السيد الرئيس. لكن طبعا الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى لا تبحث إلا على مصالحها، مصلحتها النهاردة هي مسألة بجانب مصالحها الدائمة في المنطقة الاستراتيجية الدائمة في المنطقة المعروفة هو التحالف ضد تنظيم داعش، ومصر لها دور رئيسي في هذا التحالف عربية وإقليمية. بمعنى آخر مش ممكن يبقى فيه تحالف ناجح لمواجهة الإرهاب في المنطقة بدون المشاركة المصرية. نعم. طب كيف ترى الموقف فيما يخص، كان اجتماع جدة الأخير ونتطرقنا برضو الموضوع ده بس في عجالة، فيما يخص الموقف الروسي الصيني فيما يحدث؟ هو طبعا حضرتك يعني المآخذ الرئيسية والموضوعية والجوهرية على هذا التحالف ان لا يضم ولا روسيا ولا الصين ولا إيران ولا سوريا. فده من المآخذ الكبيرة عليه. نعم. يعني أنت إذا كنت عايز تحارب، يعني في مآخذ عديدة على هذا التحالف وعلى الأهداف المعلنة لهذا التحالف. لكن أنت حضرتك يعني إزاي هتحارب الإرهاب وهتحارب داعش بدون موافقة الحكومة السورية، بدون التعاون مع إيران، بدون موافقة روسيا كدولة؟ عشان كده هم بيقولوا أن هذه مراوغة أمريكية المراد بها ضرب سوريا، ضرب نظام بشار الأسد. هو ده المقصود اللي كانوا المحللين اللي بيتكلموا فيه. يعني وأنا أتفق مع هذا التحليل أن أحد الأهداف غير المعلنة لهذا التحالف هو بعد ما فشلت مجموعة دول أصدقاء سوريا. نعم. عن طريق ما يسمى بالمعارضة المعتدلة، المعارضة السورية المعتدلة في إسقاط نظام الأسد. هو النهاردة وفي ضوء توتر العلاقات الأمريكية الروسية على خلفية أزمة أوكرانيا، النهاردة أمريكا بتصعد دورها في إسقاط الحكومة السورية والنظام السوري. طبعا في ناس كتير ضد هذا وأنا من ضمنهم، إن سوريا بغض النظر أنت معترف بالنظام أو مش معترف بالنظام، سوريا دولة مستقلة، دولة ذات سيادة، ويجب الحفاظ على وحدتها الإقليمية، وإحنا لا نوافق على الانتهاك السيادة السورية مما لا شك فيه بحجة التعامل مع داعش. مما لا شك فيه. في نهاية هذا المشهد أنا بشكر سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا بشكرك يا فندم. وكانت موضوع الحلقة السيسي يترأس وفد مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 69 وعلى أجندة سيادته مكافحة الإرهاب. ودايما سيادة السفير فيما يخص الأحداث المصرية القافلة تسير وستسير إن شاء الله. شكرا لحسن المتابعة، بعد قليل على رأس الساعة ألقاكم في خدمات إخبارية جديدة، كونوا معنا وإلى اللقاء.